هلا حبايبي حلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم دا اسوي عروق مال العشاء لابو سيف. طبعا صار لي شقد مشتهيها، ودا يقول لي ورايا بدي اسويها، وهاليوم سويتها الحمد لله. طبعا شنو عندي المكونات؟ اللي احد اللي يعرف، ترمى بيها بصل، طماطه، ترمى بيها فلفل اخضر، هذا طبعا الحلو البارد، فلفل احمر، فلفل برتقالي، كل الالوان ايش ما تعجبكم. وبعدين مخليه بيها كرفس، طبعا هذا اهم شيء. مخليه بيها فلفل اسود، كاري اخليه يمكن من الشكل لونها اصفر يطلع، شوي رشه بهارات همينة. بعد شنو اخلي بيها شويه من الخضروات، ماجي مع الخضروات يعني نحط الخضروات، واخلي بيها شويه رشه همينة عن الثوم مطحون يعني. وبعدين اخلي شويه ربع يمكن ملعقه من الخميره، واخليها شويه يعني شكل تتهدى الى ان تختمر، يعني بده ربع ساعه مو اكثر. وبعدين تصير كلش طيبه. وخليها هاي طبعا جودي ما عليها بارده، خليها اذوبها شويه. جعد الله ابو سيف راح تاكلها، راح تدعي لي طبعا كلش حاره اياها. هاي الطاوله صارت هاي كل المكونات طبعا اني راح تتخلى بالسندويشه، الطماطم والعنبه والخيار والبصل. ابو السيف راح اسوي لك احسن سندويشه. ما اقول لكم على الطعم حبايبي، كلش طيبه. ان شاء الله اشوفكم ان ياكلها ابو سعيد. احبكم اكثر.